حنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب نادي الخالدية بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم ببطولة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023، معتبرا سموه أن فوز فريق الخالدية بلقب الدوري جاء نتاجا للعمل الدؤوب والمتقن من قبل كافة منظومة العمل الإداري والفني واللاعبين ومنتسبي النادي وصولا إلى تحقيق لقب الدوري. أشاد سموه بحرص لاعبي نادي الخالدية على تقديم المستويات المتميزة وتفانيهم طوال مباريات الموسم في سبيل الوصول إلى هدفهم وتحقيق لقب الدوري، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيشكل دافعا أمام أسرة النادي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا، مشيدا في ذات الوقت بجهود أعضاء الجهازين الفني والإداري. نوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بجهود رئيس أعضاء مجلس إدارة نادي الخالدية والذين عملوا بكل جد وإخلاص من أجل تهيئة أفضل الظروف أمام الفريق لتحقيق اللقب، كما أشاد سموه بالمستويات المتميزة التي قدمتها الأندية الوطنية جميعا طيلة مباريات الدوري وبحرصها الموصول على تعظيم كرة القدم البحرينية والارتقاء بها. كما أشاد سموه بجهود فريق نادي المنامة الذي حقق المركز الثاني في الدوري ومستويات الفريق الجيدة طوال الموسم. أعرب سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة الخليفة وجميع اللجان العاملة من أجل إنجاح دور ناصر بن حمد لكرة القدم وتنظيمه بالصورة المتميزة.